جوال جوال صارت معي باستوديو. مين جوال؟ مين جوال؟ ما بعرف مين جوال. مساء الخير جوال من استوديو رقم 2 ببرنامج بلا تشفير. مساء الخير. مساء النور. تعلي صوتك بليز جوال. عم بقول لك مساء النور. مين هي جوال؟ يا هلا. جوال مثلك مثلها ولا لا؟ لا ما بعرفها ولا شايفتها بعيني. اكيد اكيد بس خليني احكي لو سمحتي. خليني احكي. طب مين بدك تدخن على فيها جد؟ السودي عمل لك دخنه لحالك. يلا عجلي عجلي اعملي معروف. اول شيء انا ماني مثلي مثلها، هي شيميل، انا متصححه جنسيا او متحوله جنسيا. اه اوكي. هي شيميل. انا شيميل. ايه اكيد شيميل. تصرفاتها وحركاتها وحكياتها وكل شيء مبيني شيميل. بعدين هي عندها فيديوهات بتقول فيها انه هي دبل فاست، كيف هلا صارت عامله عمليه؟ وبعدين انا ما بعرف شو معنات انه بنعمل عمليه نص عمليه وبدي ارجع اروح تايلاند. لحظه شوي، عمالي معروف. شكا ما بتعرف شو معناتها. عمالي معروف، عمالي معروف، ما قطعت فيك، خليني احكي. جوال انت بتعرفي؟ جوال انت بتعرفيها لسوزي؟ بحياتي مش شايفتها. بتابعيتها، متابعيت لكل اخبارها، متابعيت لكل قصصها. بس بحياتي مش شايفتها انا. يا اختي شو بدك فيني تشوفيني؟ اهلا شو بدك فيكي؟ ايه، المهم هي لو عامله عمليه ما بترجع بدها تعمل عمليه ثانيه، هي منا عامله عمليه لانه جوال عندها. ايه تعالي عندي. ايه دخت دخت انا ما عرفت شو فيه. بونسوار. بونسوار. تفضلي. كيفك سوزي؟ مش منيحة. ليه؟ شو عم تحكي علي؟ عم بحكي الحقيقة يا سوزي. يا اختي مش الحقيقة هيدي. شو مش الحقيقة؟ سكر يا حبيبتي. شو سكر؟ قولي لي شو يعني سكر؟ يعني خلقاني عندي سكر. طب انا خلقت سكر يا سوزي وعم بيقولوا عملية وحكي. شو خلقت؟ انت عملتي عملية. شو خلقت؟ انا خلقاني باثنين. باثنين؟ فرجيني. مش حفرجيكي. لا بدك تفرجيني. مش حفرجيكي. ما لو عندك ساعة بحالك بتفرجيني، قومي فرجيني. ما بدي تفرجيني. هيدي انا، هيدي انا، ها؟ عيد لي عملية. كيف بتفرجي للعالم؟ انت ليش ما بتفرجي؟ ليش انا هيني فرجيتك؟ جوال اليوم. اليوم فرجيتك حبيبتي. طب هيدا الشيء شو اللي بيأثر؟ هلا شو عم تعيط عليه؟ شو عم تعيط عليه؟ لأنه هي على طول بتطلع بتقول أنا متحولة وأنا بدي مصاري وأنا بدي كذا وأنا بدي كذا، وبتقعد بتعمل أفلام هندية تتوصل هي للمطرح. ماني معروف، خليني أحكي. طيب بس أنت على أي أساس اليوم عم تبني كل هيدا الحديث جوال؟ عم ببني يعني لأنه هي معترفة بفيديوهات. أنت عم بتبهدلينا. ما عم بدي بهدلتي حالك، أنت شوهتينا سمعتنا لأن أنا شوهتك سمعتي؟ نحن صارت المتحولة أما المتصححة بتشتغل بالدعارة. شو عم تعيطي؟ شو عم تعيطي؟ لأنك أنت هيك بدك. انت هيك بدك، انا لما اكون نازله على مطرح بدي اشتري. دكتور انا ساخنة. بس بدي اذعن. بليز انا ساخنة. اوكي شفتي هربتي؟ انا صادقه. صاحب الحق سلطان. فوجيت. اوكي بليز صاحب الحق سلطان. فوجيت عاملة معه. عم بقول لك حبيبة قلبي يو ار ليدي اي ام اي ام نوت ليدي. مزبوط. بس انت ليه زعلانه منها هلا؟ شو اللي منا؟ هي ليدي وانا مش ليدي، انا ليدي سوزي رسم من عندك. فصارتي مش انت الليدي، مش انت تكتي لنا لقلنا ليدي، انت شوهتينا سمعتنا لقلنا نحن. على الفيسبوك يا عيب الشوم على هيك عالم. طيب أصلاً خليني, خليني, خليني 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 روح لبريك اعلاني لانه على ما يبدو انه بهيدي الطريقه. خلص يا اختي بس بليز عن الكاميرا. على الفيسبوك عم بحكيك. خلص يا انا بدي اعتذر من المشاهدين. بريك لنختم مع سوزي. شكرا لك جوال وشكرا لكل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. على كل حال ثانك يو ثانك يو. ما بقصر. معلي معلي ما بعد تقولي متحولة. الماي فوغا معلي. ما بعد تقولي متحولة. خلاص هدي خلاص خلاص. إيش الموضوع؟